لو انت مواليد 2001 فيما تحت كده، يبقى في احتمالية 100% انك مسكت موبايل نوكيا في ايدك، شركة ليها تاريخ كبير، لكن للأسف ارتكبت غلطتين في عز قوتها. أول حاجة إنها أهملت السوق الأمريكي اللي يعتبر هو منبع قوة أي شركة في العالم، وخصوصا لو في شركة بتعرف تستغله كويس قوي. وتاني غلطة إنها بعد ما بدأت تفهم إيه المشكلة اللي بتمر بيها، فضلت ماشية بمبدأ مقفول جدا ومصر عليه في وقت كان العالم كله متجه لمبدأين جداد بيحددوا عصر جديد إحنا مقبلين عليه، معروف باسم العصر الذكي، واللي كان كل عنصر فيه هو بداية حتمية لإنترنت الأشياء. لكن تلف الدنيا ونرجع نشوف إن لسه في طرق بسيطة ترجع بيها الشركة. تعالوا نشوف إزاي. في شهر مايو 2016 تم تأسيس HMD Global، ودي شركة قائمة على معظم الإداريين اللي كانوا شغالين في نوكيا. شركة HMD مع شركة تانية اسمها FIH اللي تعتبر فرع أساسي من فوكسكون، عملوا اتفاقيات كتيرة مع مايكروسوفت ونوكيا في آخر فترة لحد ما أصبح ليهم حق التطوير تحت مسمى نوكيا، فده بيديها الحق إنها تصنع موبايل وتسميه نوكيا، وفي نفس الوقت تشتري حقوق ضم سوفت وير أندرويد على الجهاز. طب ده معناه إيه؟ شايف أنت الجهاز اللي قدامك ده حتة قطعة مفيش عليها اسم، ولكن فيها سوفت وير اندرويد، لان حاليا رخصته اصبحت سهله، واتكلمت شويه مع شركه نوكيا ومن هنا حطيت اسمها عليه. طب هل ده يديني الحق اني اسمي الموبايل الجديد انتاج نوكيا بجد؟ في البدايه لا، لكن احنا بنتكلم عن ان معظم اللي كانوا شغالين في نوكيا متفرقين في HMD و FIH، فما فيش مشاكل ان نعتبرها كده. بالنسبه ل HMD فهي اخذت رخصه مدتها 10 سنين عشان تصنع تحت اسم نوكيا في كل العالم ما عدا اليابان، ونفس الكلام برضو بالنسبه لفوكسكون او FIH، اخذوا تصريح بمصنع في فيتنام لتصنيع موبايلات نوكيا. وبعد شويه مشاورات بين الثلاث شركات اتفقوا في الاخر خلاص ان HMD هي اللي هيكون اسمها على المبيعات والتوزيع والتطوير وكل لحاجة. خلاص كفاية كده بقى من دروس التاريخ، وتعالوا ندخل في المهم. حط نفسك مكان HMD، انت عايز تنزل موبايل جديد وانت شركة جديدة ما كملتش سنة، يبقى هتلجأ لانهي سوق في البداية؟ اكيد طبعا الميد رينج. طبعا انا عايز اسوق المنتج بتاعي حلو في مكان معروف في اسم نوكيا جدا، ومكان يكون فيه عدد كبير من السكان، وفي نفس الوقت قريب من مكان التصنيع، يبقى اكيد الصين. وده اللي حصل بالظبط مع اول موبايل من HMD. الموبايل اسمه نوكيا 6، بيجي بSoC كوالكوم سناب دراجون 430. ده عبارة عن 8 انوية مبنيين على ARM كورتكس A53، وبتوصل سرعتهم ل 1.4 جيجا هرتز. المعالجة الرسومية هنا ادرينو 505، طبعا بيبدأ من 4G بسرعة بتوصل ل 150 ميجا بيت داون و 75 ميجا بيت اب، واللي مسؤول عن السرعة دي هي X6 LTE IC. الامكانية دي تعتبر مبدئيا كويسة، لكن تعالوا نشوف ده كله مدعوم بايه. في 4 جيجا لو باور DDR3 وذاكرة داخلية 64 جيجا. عموما الخبر الكويس ان التخزين الداخلي من نوعية eMMC، فالسرعة هتكون كويسة. وبالنسبة للي خايف من البروسيسور ال 430 فمش هيبقى فيه مشكلة، لان اجمع السرعة البسيطة دي مع تخزين سرعته كويسة ورامات سرعتها مقبولة واندرويد نوجا اللي يعتبر خفيف جدا، فهتلاقي ان الاداء مقبول جدا بالنسبة للسعر بتاعه. طبعا انا بتكلم بالدولار، لان السعر ده لو اتحول للمصري فهيلاقي منافسة شرسة قوي مع موبايلات تانية موجودة حاليا. نيجي للشاشة، شاشته 5.5 بوصة بدقة فول HD وكثافة 403 بيكسل لكل بوصة، رقم كويس جدا. وعليه طبقة حماية جوريلا جلاس من نوعية 2.5D. بالنسبة للكاميرا فهي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2، وديوال فلاش، والكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل وبنفس فتحة العدسة. ولسه مش معروف إذا كانت الكاميرا الخلفية هتدعم الأوبتيكال إيميج ستابيلايزيشن ولا لأ. نيجي للحاجة اللي بتميز الموبايل ده وعملاله تمام، الصوتيات. الموبايل فيه سماعتين بيطلعوا ستيريو ساوند، وفي دعم سوفت وير لدولبي أتموس. هنا هقف شوية وهقول جملة مهمة، بلاش الحماس الزيادة على موضوع دولبي ده. هقول مثال عشان تفهموا قصدي، لو في حد بيشتري سماعه للجيمنج بيلاقي طريقه دعايه انها داعمه لل 7.1 او 5.1 اوديو شانل وهكذا، دي كلها دعم سوفت وير، يعني عن طريق برنامج بيعمل خدع صوتيه انت بتفتكر ان الصوت جاي لك من 7 اتجاهات، اما ده مش حقيقي. نفس الكلام هنا، ما تفتكرش ان عشان الموبايل بيدعم دولبي اتموس يبقى كانك دخلت السينما وبتسمع صوت مجسم بجد، حتى مكتوب ان هو دعم سوفت وير، يعني ده مجرد خدعه صوت مش اكتر. الجهاز ده لو فيه بجد دعم لتقنيه من دولبي كهاردوير كان ممكن ثمنه
يوصل ل $400. واصلا منطقيا ما ينفعش ان جهاز سمكه قريب من 8 ملي يتحط فيه حاجه زي كده، لان الاوديو درايفرز طبيعتها انها بتكون ضخمه نتيجه للملفات الكهربيه اللي فيها والمغناطيس وهكذا. بالنسبه لسكه السماعات فهو هيكون من فوق، المكان المفضل عند كل الناس. البطاريه 3000 ملي امبير، لكن لسه مش معروف نوعها. نيجي بقى لشوية إمكانيات سريعة. في بلوتوث 4.1، واي فاي اي سي 802.11، جسم كامل معمول بأطراف وحواف مفرودة من الألمونيوم على مكنة سي ان سي. الجهاز بيدعم شريحتين من نوعية نانو وبيجي باللون الأسود بس. هيكون متوفر في الصين خلال الأسابيع اللي جاية وتمنه هيكون $245. مبدئيا الحركة دي صح جدا من HMD، وقت الإصدار ده ممتاز عشان يجسوا نبض السوق لحد أحداث مؤتمر MWC. ساعتها بقى لو لقوا استجابة كويسة هيعلنوا عن الموبايلات الأقوى. طبعا مش هيكون لنا اي رأي عن الموبايل دلوقتي، لان اللي اعلن ده ما يكفيش اننا نحدد رأي منه. بالنسبة للفيديو اللي جاي هيكون عن AMD فيجا واخر اخبار رايزن اللي نزلت في CES. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع كل اصحابك واشترك في القناة من السبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتنا دايما. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.